أهلا 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 وسهلا بيكم. خلوني أبدأ الأول بكل سنة وكل مصر طيبة. شعب عظيم قام بثورة عظيمة يوم 25 يناير 2011، وشرطة عظيمة قامت بملحمة من 71 سنة، ملحمة استمرت ولا زالت مستمرة في تقديم البطولات وفي تقديم التضحيات. تاريخ أكتر من رائع يفتخر به كل المصريين، ولا تعارض ولا اختلاف. خلونا نروح بقى على إن إحنا ولاد النهاردة. ولاد النهاردة، وإحنا النهاردة 25 يناير سنة 2023، وترحيب غير عادي، ترحيب واضح وملموس وفي كل مناحيه وبكل أشكاله. الرئيس أجرى النشاط المكثف خلال زيارته الحالية إلى الهند، واللي جت من خلال دعوة سيادته كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية اللي بدأ من 75 سنة. تزامن ما بين احتفالات مصر والهند بالذكرى 75 على تنشين العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الكبيرين. دول كبيرة، دول مؤثرة، وحضارات أكبر. الرئيس السيسي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور على ضريح مهاتما جاندي في نيودلهي، وده طبعا قبل ما يبدأ في مباحثات موسعة مع كل من وزير خارجية الهند ورؤساء كبرى الشركات الهندية، حطوا تحت دي ملايين الخطوط ورجال الأعمال الهنود. ولو علمت أحجام رجال الأعمال الهنود إذن حدث ولا أي حرج. ومباحثات مغلقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، واستقبلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دورباي مورمو السيد الرئيس في القصر الجمهوري بنيودلهي بطبيعة الحال. أما خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الهند، فإنه فخامة الرئيس السيسي أكد مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين. الرئيس عايز شراكة استراتيجية كبيرة وحقيقية ما بين مصر والهند. خلونا نسمع هذا المقتطف الصوتي. لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحية أخرى، اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، من بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. بصوا يا جماعة، التعاون اللي ممكن يتم أو اللي مزمع أو المتوقع أو القريب جدا ما بين مصر والهند أو الهند ومصر هو تعاون شديد الأهمية على أكتر من مستوى. بص بقى، أولا احنا بنتكلم على دولتين فعلا كبار، كل واحدة فيهم في حيزها بل وفي حجم تأثيرها أيضا على الصعيد الدولي. اتنين، احنا بنتكلم على بلدين لديهم علاقات سياسية متميزة فعلا بقالها 75 سنة دون أي انقطاع.
وما حصلش تقريبا تباينات في وجهات نظر في مواضيع مهمة على الإطلاق، بل بالعكس دايما كنا بنجد أن وجهات النظر ما بين البلدين مهما اختلفت الأنظمة ومهما اختلفت الحقب التاريخية ومهما اختلفت المدارس السياسية تكاد تكون وجهات النظر هي هي، وخصوصا في القضايا الكبرى. غير كده التعاون الاقتصادي اللي يقوم بين البلدين، وزي ما كان بيتكلم فخامة الرئيس، سواء إذا كان في مجال إنتاج الطاقة النظيفة زي الهيدروجين الأخضر أو في مجال صناعات التكنولوجيا الحديثة، والهند متميزة جدا في هذا المجال زي ما حضراتكم عارفين، حط على ده أنه الهند أيضا لديها تميز حقيقي في الصناعات الدوائية والفارماكولوجية، وبعدين تقدر كمان تقول أنه العلاقات السياسية بل والعسكرية ما بين البلدين شديدة التميز. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. كما دار نقاش معمق ومثمر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتتبقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم. شوف أنا هقول أهلا بكم، لا تستطيع انك انت فعلا تقدر حجم سعادتي بهذه الزيارة وبالشراكات الجديدة اللي بنبنيها على قواعد وأسس سليمة وتاريخية ما بيننا وما بين الهند. وصدقني انه الشراكات الجديدة الاستراتيجية العميقة اللي بتتبني دلوقتي ما بيننا وما بين الهند هو امر فعلا لو تعلمونه عظيم حقيقي يعني. وخلينا نتكلم على انه دي شراكات الكبار، كبار بالمعنى الحرفي للكلمة، هتفهم اللي انا بقوله واحدة واحدة. خليني ارجع لكلمة فخامة الرئيس او لزيارة السيد الرئيس تحديدا للهند، اللي اكد انه المباحثات مع رئيس وزراء الهند كانت بتتناول التعاون في مجال الدفاع، ودي حاجة مهمة جدا 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 جدا، وأشار إلى أنه ده خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية ما بين البلدين. البلاد يا جماعة لما بتبني مع بعض شراكات على مستويات الدفاع والصناعات العسكرية، اعرف أن العلاقة اللي ما بينهم شديدة التطور، شديدة التطور. كويس؟ ليه؟ لأنه ده معناه أنه حجم الثقة المتبادلة ما بين البلدين هي في أعلى مستوياتها، وعليه تحصل التعاونات على مستويات الدفاع والصناعات العسكرية. إذن ما يأتي بعدها يصبح سهل، لأنه الثقة واسعة عالية، هي أعلى مستوى ممكن، بلاد بتصنع مع بعض صناعات عسكرية، فاضل أكتر من كده إيه؟ غير كده بتبقى بقى استثمارات وصناعات مدنية، خلاويص دي بتبقى سهلة، دي بقى لو احنا بنسهل كدول اي دولة في الدنيا شغلتها انها تبقى ايه الريجوليتر، تنظم العمل، فهنبقى بنسهل وننظم العمل ما بين رؤوس الاموال وما بين المستثمرين ورجال الاعمال وما الى ذلك. ارجع واقول لك ما بني ما بين مصر والهند
بالأساس كان أساس شديد القوة. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف. سيادة السفير الحمد لله يا فندم، كنت بتكلم على أنه إحنا عندنا أصلا علاقة شديدة المتانة ما بيننا وما بين الهند بداية من إعلان الدولة الهندية ذهابا إلى كان زمان الثلاثي العظيم والكبير ناصر ونهرو وتيتو، ثم استمرنا في علاقات طويلة مع الهند دون أن يكون ما بيننا تباينات في القضايا الكبرى، بل بالعكس دائما ما كانت حتى وجهات النظر في القضايا الكبرى تكاد تكون فيها التطابق. أما هذه الزيارة وكأنها تأتي تتويج لأساس عظيم، إلا أنه نحن نحتاج تحليل لهذه الزيارة من معالي السفير. يعني أعتقد أستاذ يوسف من متابعة وقائع المؤتمر الصحفي المشترك صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وناراندرا مودي رئيس وزراء الهند، المرء بيشعر بارتياح ورضا كبير للمستوى الذي بلغته العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القليلة الماضية. اليوم في المؤتمر الصحفي رئيس وزراء الهند قال أنه تم الاتفاق مع السيد الرئيس على تصعيد هذه العلاقات إلى مرحلة أكبر وأرحب، وصفها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، ودوت العنوان الجديد للعلاقات المصرية الهندية في عالم متغير، وبيعكس إدراك القيادتين السياسيتين المصرية والهندية لأهمية، ليس فقط لأهمية وإنما لضرورات التعاون الشامل بين الدولتين في مختلف المجالات. المجالات التعاون التقليدية، وعندما أقول مجالات التعاون التقليدية أشير إلى ما درجنا على تسميته التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري إلى أفاق أرحب بكثير وتتعلق بالمستقبل، ألا وهي تكنولوجيا المعلومات، التعاون في مجال الفضاء، التعاون في مجال الأمن السيبراني، التعاون العلمي، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات. الهند خلال 7 سنوات القادمة بحلول عام 2030 الخبراء في العالم بيرشحوها إن هي تحتل المرتبة الثالثة كقوة اقتصادية عالمية. ده من جانب. من جانب تاني السيد الرئيس استعرض في كلمته أمام المؤتمر الصحفي، استعرض العديد من المجالات التعاون اللي استوقفني فيها التعاون في مجال الدفاع، المجال العسكري، والأهم من ذلك التعاون في مجال التصنيع العسكري. أيوة، يعني ده استوقفني إشارة السيد الرئيس لهذا الموضوع. واسمح لي يا أستاذ يوسف، بما أن احنا بنتكلم على التصنيع العسكري، يعني أستدعي من ذاكرتي الشخصية الطائرة النفاثة اللي كانت بتحلق في سماء القاهرة وسماء الأسكندرية في الستينيات، وهي كانت صناعة مصرية هندية، واللي يدعونا للفخر والاعتزاز ان المحرك النفاس بتاع التيار النفاثه كان صناعه مصريه. مظبوط. فحديث السيد الرئيس اليوم عن ان التعاون المستقبلي بين مصر والهند هيشمل التصنيع العسكري، ده حضرتك يعني مبحث للارتياح الكبير. أحتاج المزيد من الإيضاح في النقطة دي، أو بالأدق تفسير ليه الارتياح الكبير على حد قول معالي السفير.
حضرتك يعني قوة الدول بتقاس بأمرين. الأمر الأول قوة اقتصادها، والأمر الثاني قدرتها على توفير حاجتها من السلاح للدفاع عن سيادتها وعن وحدتها الترابية دون الاعتماد على الخارج بصورة كبيرة. إذا امتلكنا، إذا أي دولة امتلكت هذه القدرات تستطيع أن تدافع عن حقوقها وعن مصالحها ويكون لها دور مؤثر ويكون لديها الردع، قوة الردع. لا لا، ليس من الضروري أن تستخدم قواتك، إنما من الأهمية بمكان أن خصومك يشعرون أنك عندك القدرة ولديك الاقتصاد القوي لتردع أي محاولة لتهديد استقلالك وسيادتك وسلامة أراضيك. عظيم. ده الموضوع الآخر، بس أحب بقى أتوقف عند عند أمرين. طبعا فضل. وإحنا بنتحدث عن هذه الزيارة، الأمر الأول السيد الرئيس وجه الدعوة لرئيس وزراء الهند للقيام بزيارة رسمية لمصر، لكن لا يقل أهمية عن هذا أنه الهند بتتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، والهند قررت من قبل زيارة السيد الرئيس أن هي تدعو مصر لتكون حاضرة في القمة المقبلة لقمة العشرين في الهند في سبتمبر القادم. وبالفعل مصر قامت بتعيين مبعوث شخصي للسيد رئيس الجمهورية للتعامل مع هذا الموضوع وللتواصل مع الدبلوماسية الهندية في التحضير لهذه القمة الهامة. الموضوع الآخر التعاون بين دول الجنوب، اللي هو احنا بنسميه حضرتك تعاون الجنوب، وكما تكرم وأشار السيد الرئيس قال ان مباحثات القمة المصرية الهندية تطرقت الى تداعيات الحرب الأوكرانية على الدول النامية، امنها الغذائي، اسعار الطاقة، امن الطاقة. فالتنسيق والتعاون بين مصر والهند في التعامل مع المشاكل والمسائل الدولية ده حضرتك في غاية الأهمية. أخيرا وليس بآخر، دعوة السيد الرئيس ليكون ضيف شرف الهند في الاحتفال بيوم الجمهورية، اللي هو حضرتك بيقصدوا بيه حضرتك كما تعلم في احتفالين وطنيين في الهند، الاحتفال بالاستقلال ودوت حضرتك 15 سبتمبر من كل عام اللي هو تاريخ انفصال الهند وانفصال باكستان، ثم العيد الحالي ده اللي هو حضرتك تاريخ صدور أول دستور ديمقراطي في عام 1950 بعد 3 أعوام من الاستقلال في استقلال الهند. إن الهند تدعو السيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية لحضور، يبقى ضيف شرف لحضور هذا الاحتفال، ده إن دل على شيء يدل على رهان الهند على الدور المصري وعلى التأثير المصري وعلى إن علاقات الهند بمصر تكون علاقات قوية، لأن دوت هيبقى إضافة قوية لكل من الدبلوماسية الهندية والدبلوماسية المصرية. طيب معالي السفير، المهم الآن بقى أستاذ يوسف، اتفضل يا فندم، إن كل ما اتفق عليه في هذه القمة إن الأجهزة المعنية تقوم بتنفيذه ومتابعته، وخصوصا في المجال اللي بتضعنا على طريق اقتحام المستقبل، التكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، التصنيع الحربي. صح. كل هذه الأمور حضرتك يجب متابعتها ويجب البناء عليها بسرعة.
طب أنا عايز أرجع تاني أتوقف عند النقطة اللي حضرتك توقفت عندها، وكانت متعلقة بدعوة الهند لمصر لحضور قمة العشرين كضيف رئيسي في هذه القمة. ده معناه إيه يا فندم؟ أو دلالاته إيه؟ حضرتك جرى العرف في حضرتك طبعا، يعني طبعا مجموعة العشرين دي بتضم أكبر اقتصادات في العالم. صحيح. سواء في العالم الغربي أو في الدول الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات البازرة. فالعام الماضي كانت أندونيسيا حضرتك هي تولت رئاسة مجموعة العشرين، وسلمت الرئاسة في بالي في نوفمبر الماضي إلى الهند. الهند وطبعا مصر حكومة وشعبا يعني بتقدر كثيرا هذه اللفتة وهذه الدعوة من جانب الهند. دعت مصر ممثلة في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة. ايه أهمية هذا؟ ان حضرتك اولا مصر هتبقى على مائدة المفاوضات، على مائدة المباحثات اللي هتدور بين قادة العالم، قادة الدول الأكثر تقدما في العالم في سبتمبر المقبل في الهند حول قمة العشرين. هي ليس فقط بتتناول الأوضاع الاقتصادية الدولية، وإنما بتتناول كذلك الأوضاع السياسية على مستوى العالم. فمصر هتكون حاضرة في هذه القمة، هتكون حاضرة في هذه المداولات وهذه المناقشات، وحتتحدث عن وجهة نظر، ليس فقط وجهة النظر المصرية، وإنما وجهة النظر العربية، وجهة النظر الأفريقية، وجهة نظر الدول النامية قاطبة حول تأثيرات وتداعيات الصراع والتنافس الدولي ممثلا في الحرب الأوكرانية على الأمن والاستقرار في الدول النامية. وإنه هذه التحديات بتفرض مسؤوليات محددة على القوى الكبرى من جانب، وعلى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من جانب آخر، في تقديم الدعم اللازم للدول النامية لتكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات. بمعنى آخر إنه لا يمكن على ضوء التداعيات السلبية، والبعض يقول قد يصفها بالتداعيات الكارثية على أمن واستقرار مجتمعات الدول النامية من جراء حرب أوكرانيا، أن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تتعامل مع الدول النامية وكأن نحن في الإطار الطبيعي للأمور. لا، في تغيرات حصلت، في تداعيات خطيرة جدا على اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر على سبيل المثال، وإن على هذه المؤسسات وعلى هذه القوى الكبرى أن تأخذ كل هذا في الحسبان. ولعل من أهم القضايا المطروحة الآن في هذا السياق هو تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، ليس فقط بسبب حضرتك تداعيات الحرب الأوكرانية، وإنما بسبب الرفع المستمر في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، سواء البنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، لمحاربة التضخم في بلادهم. طبعا يعني هذه القرارات المتعلقة برفع معدلات الفائدة وإن كانت مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والتضخم، معدل التضخم المرتفع في هذه البلاد، لكن هذا بيؤثر تأثير سلبي للغاية لا يقل خطورة عن تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاديات الدول النامية بما في ذلك مصر. كل هذه الأمور أتوقع أن السيد الرئيس عندما يشارك إن شاء الله في قمة العشرين في الهند في سبتمبر القادم هيطرحها على هذه القمة.
بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذا الطرح وأيضا على هذا التحليل الرائع الحقيقة. طيب قبل ما أطلع الفاصل أكد عليك تاني، لما دول بتدخل مع بعض تعاون في صناعة عسكرية فإن هو أعلى شكل من أشكال التعاون اللي ممكن يكون بيقوم ما بين الدول. ليه؟ دول بتطلع بعض على ما وصلت إليه من تكنولوجيا في الصناعات العسكرية ونظم الدفاع. ده معناه إيه؟ معناه أن معدل الثقة يكاد يكون 100%. ما فيش حاجة طبعا اسمها 100% وبالذات ما بين الدول يعني، لكن يكاد. طيب إيه أهمية الصناعات العسكرية؟ هل أهمية الصناعات العسكرية بس ان انت بتعمل اسلحة وآلات حرب؟ اطلاقا اطلاقا. انا بس عايز اقول لك حاجة، انه حاجات كتير من اللي انت بتستخدمها في حياتك بشكل يومي هي صناعات متعلقة اصلا بابحاث الفضاء والصناعات العسكرية. بتاع اللي بتلزقها على التليفون دي عشان تحمي الشاشة دي ابحاث فضاء اصلا، مش معمولة كانت علشان التليفون. ده مع تطور الأمور والوصول إلى مراحل حاجة اسمها الإنتاج الكمي اقتصادياً economy of scale، فأصبح سهل إن أنا أقدر أعمل لك البتاع السكرين دي اللي أنت بتحطها تبقى invisible shield تتحط على التليفون عشان تحميه. ده على سبيل المثال لا الحصر. لما بتيجي تطور حاجات في الصناعات العسكرية، عندما تصل إلى مرحلة معينة من التطور وخلاص التكنولوجي دي أو التكنولوجيا أو التقنية دي أصبح من الممكن أن تطرح في الأسواق، هتلاقيها مثلا إيه حاجات كانت المفروض بتتعمل مثلا من 50 سنة في الطيارات بس دلوقتي بقت موجودة في العربيات مثلا. وهنا بقى حط أمثلة كتير. إذن التكنولوجيا العسكرية دايما دايما تؤدي إلى تطور في تكنولوجيا الصناعات المدنية طول الوقت، وده طبيعي ولن تجد واحد بيفهم يقولك عكس كده. يبقى العلاقة بالشكل ده مع الهند، انت بتتكلم على تطور مذهل مذهل هيحصل في الصناعة المصرية وفي الصناعة الهندية الاتنين. وخليني من هنا أنتقل إلى قرينة فخامة الرئيس السيدة انتصار السيسي، واللي قامت بزيارة مهمة جدا لمستشفى شفا الأرمان لعلاج سرطان الأطفال. قرينة الرئيس تفقدت الأقسام المختلفة للمستشفى، وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك تحديدا: سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأرمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن. تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا. وهنا تنتهي كلمة قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي. مرض صعب جدا بيفتك بالملايين على ظهر الكرة الأرضية، مرض للأسف الشديد بيعاني منه كتير من المصريين وبالذات الأطفال. فاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا 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 اهلا، عاملين ايه يا جماعه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه عندكم بخير. بصوا بقى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شارك النهارده في فعاليات النسخه 54 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، واللي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. المركز بالمناسبة مشاركته السنة دي تقدر تعتبرها المشاركة الرائدة. ليه؟ لأنها مشاركة من نوع جديد. نوع جديد إزاي يا يوسف؟ أقولك آلية جديدة لأبرز
الإصدارات المعلوماتية والمدعمة بالتكنولوجيا الحديثة، تقنيات الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس اي اي كما تحبون ان تسمونه على الانترنت، اي حاجه بقت دوت اي اي خلاص كده احنا عرفنا يعني. طيب استخدموا التكنولوجيا الجديده ازاي؟ استخدموا التكنولوجيا الجديده بطريقه تخلي الزوار يعملوا واحد جولة افتراضية داخل جناح المركز بالمعرض، يستخدموا الميتافيرس بالمناسبة. يعني أقول إيه؟ طب يا حلول يا أولاد، احنا بقينا بنستخدم عندنا في معرض الكتاب نستخدم ميتافيرس ونستخدم ذكاء اصطناعي ونستخدم ايه الحاجات الحلوه دي. ودي حاجه من الحاجات بالمناسبه، عارف حلوه ليه؟ لان ده معناها انه احنا هنا كنا زمان اي حاجه متعلقه بشيء ما حكومه يقول لك يا عم هم لسه فاكرين ده الموضوع ده الناس كلها بتستخدمه بقى لها يجي 10 سنين، هم لسه فاكرين ده الموضوع ده عدى عليه بتاع 20 سنه. دلوقتي بقت اي حاجه متعلقه بالحكومه تساوي التكنولوجيا الحديثه، اي حاجه متعلقه بالحكومه تساوي خدمه على افضل مستوى، اي حاجه متعلقه بالحكومه يبقى شوف لي ايه الجديد اللي بيتعمل في العالم واحنا هنستخدمه. ده اللي بالنسبة لي عاجبني الحقيقة في المشاركة بتاعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وده بالمناسبة من أكتر الحاجات اللي عجباني جدا في الحكومة. الحكومة المصرية زي ما يتقال كده في ثوبها الجديد، الحكومة المصرية بتاعة الجمهورية الجديدة، حكومة طريقة تفكيرها مختلفة، طريقة تنفيذها مختلفة. بما أننا بنتكلم على الحكومة فتعالوا نتكلم شوية عن مجلس الوزراء اللي بيوافق على تيسيرات جديدة في قطاع الصناعة. النهاردة المجلس وافق على الضوابط الجديدة أو الضوابط العامة اللي بتسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إما بأنه تلغي، يا يعني هم اختيارين، يا نلغي يا نخفض غرامة التأخير. طب أنا بعمل كده ليه؟ عاوز أنشط، عايز أسهل، عايز اسرع، انا عايز كل حاجه تمشي بسرعه. ما هو انا عندي تارجت يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه ان انا عايز تصدير سنوي ب 100 مليار دولار تارجت. طيب انا بدات اتحرك ووصلت اظن من كام و30 لحاجه و40، اظن دلوقتي احنا 51 مليار دولار حجم الصادرات، يعني احنا بنتحرك. فانا عايز اشجع المستثمرين في الصناعه تحديدا، فانا اقول له والله انا متفهم ان الازمه اللي موجوده دي ازمه اقتصاديه في العالم كله، فانا هسهل عليك. فطيب يا جماعه احنا هنشوف امتى نلغي وامتى ناجل، ويتعمل اليه للتسويه في حاله وجود عوائق او صعوبات خارق قدرات هذا المطور الصناعي. الرجل اللي بيصنع عشان يعمل لي اكتفاء ذاتي، الرجل اللي بيصنع عشان اعرف اصدر، او المنفذ نفسه يعني. طيب خلوني هنا اخد معانا على التليفون بكل الترحيب سياده النائب تيسير مطر وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ. اهلا 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 يا فندم. حبيبي يا يوسف بيه، اهلا 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 بك. حبيبنا وحبيب الملايين يا سياده النائب. النائب الغالي المحترم الله يخلي سيادتك القدير. الله يخلي سيادتك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. سياده النائب، مساله انه النهارده المجلس وافق على مجموعه من الاجراءات من شانها شويه انها تعمل تاجيل لغرامه، من شانها انها ممكن تاخد اختيار تاني الا وهو الغاء الغرامه نهائيا، مساله التيسير على المطور والمنفذ الصناعي، سياده النائب تشوفها ازاي وتودينا لفين؟ اقول يا يوسف بيه بمنتهى البساطه بشره خير يا رب. خير يا رب على كل المصريين وعلى المصنعين وعلى بلدنا بالكامل. بس اسمح لي قبل ما ابدا أرجوك، انا عايز اوجه شكر وتقدير للسيد الرئيس على المجهودات الرهيبه اللي بيقوم بيها من اجل المواطن المصري ومن اجل نهوض مصر بوجه عام، وسفره ومشاركاته الدوليه الحقيقه شيء يجعلنا كلنا نفتخر بيه وندعي له بالتوفيق. صحيح. وكمان بنتهز الفرصه واهني الشرطه المصريه بعيدها ال 71 كل سنه وهم طيبين، طيبين الامن والامان للمصريين. اسمح لي سيادتك بقى ان انا عايز اقول ان حضرتك في المقدمه بتاعتك وكالعاده خطفت مننا الكلمات باللي انت قلته عن تشجيع المستثمر وتسهيل الاجراءات ليه،
والوصول لل 100 مليار دولار كتصدير للخروج من الازمه اللي احنا بنحاول ان احنا نعديها. الحقيقه بشره الخير بالسيد رئيس الوزراء بالقرارات او وضع الضوابط الجديده اللي حطها النهارده في اجتماعه من اجل التسهيل على المستثمر وعلى الصانع على وجه التحديد. شايف ان الالغاء او التخفيض زي ما سيادتك قلت للغرامات بتاعه التاخير بتشيل من على المصنع او من على صاحب الشركه او على منشئ الشركه عبء مالي هو في حاجه ليه من اجل انهاء مشروعه. صح. فهو محمل بجزء تاني اسمه الانشاءات ومحمل بجزء التراخيص ومحمل بجزء المعدات. فكل ان الدوله النهارده بتقول له انا معاك والنهارده احنا بنساعدك والنهارده بنقول لك هنشيل عنك اعباء وهنشيل عنك وهنخفض لك غرامات او هنشيل لك الغرامات بالكامل وهندي لك وقت اضافي عشان خاطر تقدر تخلص مشروعك وتشتغل، دي الحقيقه خطوات جيده جدا لصالح المستثمر. نقطه مهمه كمان سيادتك ان لو هو المستثمر عنده امكانيات وهيدفع الفلوس كاش بيشيلوا عنه 75% للسداد الفوري. حلو جدا. حضرتك اعفاءات بتتم فعلا احنا في حاجه ليها وخاصه الظروف الاقتصاديه، وزي ما سيادتك والساده المستمعين كلهم عارفين ان الظروف دي على العالم بالكامل. صح. مش علينا احنا بس، وبنقولها بمنتهى الوضوح وانا راجل مصنع، مش علينا احنا بس، مش في مصر بس، عشان بعض الناس اللي بتاخد الكلمات وبتشتغل عليها ان لا، ايوه العالم كله متاثر، دول كبيره مش قادره تدفع المديونات اللي عليها، في ازمه عالميه، احنا جزء من العالم، مصر جزء من العالم. فالتاثير اللي احنا فيه النهارده لما نبص نلاقي الدوله بتقف جنب المصنعين بكل الامكانيات اللي هي خطوه على الطريق اللي هي بتستفيد من المميزات دي بانها تشتغل، انها يبقى عندها امل لبشره الخير دي، ان احنا نفكر ازاي نصنع بسرعه، ازاي لو عندنا مشاكل اخرى عن طريق مجلس الشيوخ وعند سيادتك في مجلس النواب احنا ننقل وجهات النظر دي للحكومه علشان خاطر نقدر نوصل لل 100 مليار دولار وازيد من 100 مليار. احنا مش عايزين 100 مليار بس، الخطوه الاولى زي ما سياده الرئيس قال 100 مليار، احنا عارفين ان هو يقول لنا نزود ال 100 مليار تاني لان هو عنده طموح مستمر. هو غالبا الرئيس عاوز بس يشوفنا قربنا من 80 85 بالزبط. هيرفع التارجت تاني بالظبط. لكن الحقيقه اسمح لي يا يوسف بيه، انا عايز برضو اضيف ان في حاجات تانية كمان المصنعين عايزينها اكتر من وزاره الماليه. وزاره الصناعه قدمت شيء، وزاره الماليه ايضا تقدم شيء، لان في النهايه يهمنا ان الصانع يشتغل. صح. ان المصانع تتحرك. شفنا سياده الرئيس لما رفع سعر الـ 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 القمح شجع المزارع. وده شيء كويس جدا، ده هدفه امن غذائي، هدفه امن قومي المصري، المواطن المصري. لما نيجي النهارده نقول ان توجيهات السيد الرئيس للحكومه واستجابه الحكومه لهذه التوجيهات بالاهتمام بالمزارع وبالاهتمام بالمصانع بالصانع وتذليل العقبات ليهم، دي خطوه على الطريق بتضاف لانجازات رئيس الجمهوريه وبتضاف لانجازات الحكومه، وفي نفس الوقت بتخرج المصريين من الأزمة اللي احنا عايشينها العالمية، على الأقل نقول ان احنا بنتحرك الى الأمام، وخاصة وجود الأمن والأمان عنصري الأهم من اي شيء اللي احنا بنعيش فيه، اللي هو بيشجع أكيد. التصنيع ويشجع الأمور الأخرى. بالتأكيد صحيح 100%. يعني طب سيادة النائب، انا هفكر بقى انطلاقا من مسألة تارجت ال 100 مليار دي، احنا ممكن نوصل 100 مليار تقريبا على سنة كام، في ظل ان احنا لازلنا جميعا في العالم نعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية؟ انا بخاف من اسئلتك يا يوسف. لا يا فندم، هو حد يقدر؟ التحدي، المصريين بيحبوا التحدي، المصريين عندهم قدره وعزيمه غير طبيعيه على انهم يادوا وينجزوا، المصريين بيحبوا بلدهم وبيحبوا قيادتهم السياسيه. صحيح. انا اتوقع اذا كان الامور بالنسبه لاهتمام الحكومه بمصطفى بن مدبولي، الراجل ده اللي الناس كلها بتعزه على فكره وبتحبه جدا. اذا كان التوجه هيبقى اهتمام بالصناعه واهتمام بالزراعه وحل المشاكل ومزيد من المبادرات من وزاره الماليه ومن الجهات الاخرى، اعتقد ان خلال
يمكن السنة اللي جاية إن شاء الله سنة 24 هيبقى فيها إنجاز رهيب قوي، ويمكن السنة دي كمان على آخرها نقدر نوصل لمعدلات أعلى من كده، لأن إحنا عندنا إصرار على العمل، عندنا إصرار على الجهد. طالما هيتشال من على أكتافنا أعباء، ليه لأ؟ إحنا ما نشتغلش ليه؟ بالعكس إحنا عايزين نشتغل، عايزين نقدم للأمام، عايزين نقلل الفجوة الاستيرادية، عايزين نفكر في التصدير. أنا شايف كمان إن سيادة رئيس الوزراء اهتم بزيادة المكون المحلي. المكون المحلي ده مهم جدا عشان نقدر نوصل نبص لمنظومة الصادرات ونطورها. نقطة مهمة كمان يوسف تسمح لي إن أنا أتكلم فيها، إن سيادة رئيس الوزراء اهتم كمان بمجال الصناعات التكنولوجية، ودي نقطة مهمة جدا. العالم كله بيتقدم تقدم رهيب، وإحنا كمان اتحطينا على الخريطة بالكلام ده، شيء عظيم قوي. وعايز أقول لك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، كنا محتاجين وفي أشد الحاجة لهذه المبادرات، لأن الصناعة فعلا هي الأساس بعد الزراعة مباشرة. صحيح. بشكر حضرتك على وجه التحديد، لأنك بتفتح ملفات مهمة جدا. لا يا فندم، ازاي بس؟ عائد الصناعة وعائد الزراعة بيمس كل بيت في مصر، بيمس كل العاملين في مصر طبعا، بيمس المصريين بوجه عام، بيمس الشباب يلاقوا فرص عمل جديدة، يلاقوا المواطنة والانتماء لبلدهم، وشباب مصر بخير طول ما معانا سيادتك ومعانا الإعلاميين الطيبين المحترمين، وفي وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا كلنا بنحبه وبنقدره. طب ممكن اخد سؤال كمان إذا سمحت لي؟ بكيف. يا رب، يعني أنا مش قدك يا فندم. والنبي يا فندم، سؤال كمان ليه بقى؟ هو متعلق بمسألة فتح أسواق جديدة. هل يرى سيادة النائب تيسير مطر كرجل صناعة بالأساس وكبرلماني ووكيل للجنة الصناعة في مجلس الشيوخ أن هناك أسواق يجب علينا اقتحامها لسه ما قربنا، لسه احنا ما قربناش ليها، لسه ما رحناش؟ فعلا يوسف بيدي نقطة، سؤال مهم جدا بشكرك عليه. احنا محتاجين نغزو كل الأماكن في العالم، محتاجين وزارة الخارجية بمكاتبها تشتغل معانا، محتاجين مزيد من الجهد عشان خاطر نقدر نوصل للدول اللي هي محتاجة سلعة من عندنا. بس عشان حضرتك تنافس، عشان حضرتك تخش الأسواق دي اللي احنا محتاجين ان احنا نفتحها، عايزين نخلي الأسعار تكون كويسة نقدر ننافس بيها على المستوى العالمي. وده على فكرة سيادتك هيجي بالخطوات اللي احنا ماشيين فيها، يعني من افضل الى افضل ان شاء الله. فردا على كلام سيادتك، نعم محتاجين ان احنا نفتح اسواق جديدة في دول اخرى، دول تحتاج للمنتج المصري الجيد المتميز. في عندنا قطاعات كويسة جدا زي النسيج، في قطاعات كويسة جدا زي المنتجات الزراعية، كل الكلام ده كله ليه اسواق. عايزين مزيد من الاسواق لكل القطاعات الاخرى اللي توجه الدوله في دعمها في مجال الصناعه في مصر عموما، وده شيء كويس جدا على الطريق لصالح المصريين. يا رب يا رب، الف 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 شكر ليك يا سياده النائب. كل الشكر لسياده النائب تيسير مطر وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ. اسواق جديده، احنا بالتأكيد فاتحين حاجات كتير على الأسواق في إفريقيا، أو أسواقنا في إفريقيا جيدة يعني، بس أنا أعتقد احنا ممكن نفتح أسواق في إفريقيا بشكل أكثر اتساعا، والأنواع مختلفة من البضائع والمصنعات، مش بس الحصلات الزراعية، لا صناعة. ونقدر بالمناسبة نقدر قوي نخش أكثر جوه الأسواق الإفريقية أو أسواق أشقائنا الأفارقة بشكل أكثر فعالية واتساعا. دي نقطة. النقطة الثانية بقى مش هقولكوا عليها دلوقتي، ولكن أقولك عليها بعد الفاصل. اهلا 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 بحضراتكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب. خلال اجتماع حصل ما بين وزير التنميه المحليه ووزيره البيئه، تم استعراض الموقف التنفيذي. دي حاجه بقى بجد مهمه قوي، من الحاجات اللي انا احبها كده وابقى مبسوط. طب هشرح لك. بص يا سيدي، احنا عندنا مخلفات كتير جدا 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 في مصر. العالم اعتاد فيما اعتاد عليه انه هذه المخلفات يتعمل لها ريسايكلينج،
تدوير، إعادة استخدام. طيب هنعمل إيه بقى؟ إعادة الاستخدام دي بتبقى فيها أكتر من نوع، أكتر من صنف، وفي منها النوع اللي هو إعادة استخدام المخلفات مثلا لإنتاج الطاقة، إعادة تدوير المخلفات علشان تقدر تستخدمها مثلا في صناعات بنائية، إلخ إلخ إلخ. الاجتماع اللي حصل ما بين وزير التنمية المحلية وما بين وزيرة البيئة كان على مشروع بنجهز لإقامته في أبو رواش يحول المخلفات إلى طاقة، النوع اللي أنا كنت بقول لك عليه. طيب حجم الاستثمارات في هذا المشروع قد إيه؟ بالمناسبة النوع ده من المشروعات، فعلا من المشروعات اللي بتبقى تكلفتها ضخمة جدا وعوائدها برضو بتبقى ضخمة، لكن بتبقى عوائد اللي هي إيه؟ بعيدة طويلة المدى شوية، يعني مش سنة واثنين وخمسة وحاجات زي كده، عوائد صافية يعني. طيب الاستثمار المرة دي اللي في أبو رواش 125 مليون دولار. أنا عايز بقى نعرف تفاصيل أكتر حول هذا المشروع من دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضرتك مساء وعلى أهلنا في محافظات مصر. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور المشروع اللي هيتكلف 125 أو حجم استثماراته تحديدا 125 مليون دولار لتوليد الطاقة من المخلفات، تفاصيله إيه وهيبدأ العمل فيه إمتى؟ يعني خليني أقول لحضرتك يعني نرجع ورا شوية، إن ده المشروع ده يعني في محافظة من ضمن 8 محافظات مخطط إنه يقام فيها مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربية من المخلفات. إحنا بنستهدف المخطط العام للدولة المصرية لتدوير المخلفات باستخدام هذا الأسلوب اللي إحنا بنستهدف إن إحنا ننقل التكنولوجيا المتقدمة في العالم وتوطينها على أرض مصر، دي علشان ندور 20% من حجم المخلفات السنوية بتاعتنا. ولو قلنا ان احنا متوسط حجم المخلفات السنوية في الدولة المصرية حوالي 26 مليون طن سنويا، اذا احنا بنستهدف 20% اي ما يعادل 5.2 مليون طن هيتم تدويرهم بهذا الأسلوب من التكنولوجيا. الجميل في الأمر إن إحنا النهاردة أصبح عندنا اشتغلنا على مدى 9 شهور الماضية مع زملائنا في وزارة البيئة وزملائنا في وزارة الكهرباء لإعداد عقد استرشادي نموذجي يتم استخدامه بعد كده لمثل هذا النوع من إنتاج من المحطات. طبعا ده بيقوم على الشراكة ما بين نظام التريبل بي، يعني بيقوم على شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أميز ما في الأمر إن وزارة الإنتاج الحربي معانا عملت شركة، هذه الشركة شركة مصرية، عملت تحالف مع شركة أجنبية علشان يقوموا بالاستثمار في هذا النوع. اتعملت دراسات تقييم الأثر البيئي في منطقة أبو رواش، وبالفعل حصلت على الموافقة البيئية من جهاز شؤون البيئة، واتعملت دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع وخدت الاعتماد، وجاري تخصيص الأرض في هذا المشروع على حوالي 12 فدان. هذا المشروع بيستهدف 1200 طن يوم يتم تدويرهم ولإنتاج طاقة كهربية على الشبكة المتوسطة، وزملائنا في وزارة الكهرباء مرفق الكهرباء توزيع الكهرباء بيقوموا على هذا الأمر. احنا الحمد لله انتهينا من العقد الخاص بهذا المشروع وتم عرضه على مجلس الدولة، وجاري الانتهاء تماما من المراجعة النهائية لملحقات هذا العقد اللي هي جزء متمم من هذا المشروع بشراكة استراتيجية ما بيننا وكوزارة التنمية المحلية وزملائنا في وزارة البيئة وزملائنا في وزارة الكهرباء وزملائنا في وزارة الإنتاج الحربي مع تحالف الشركات. طبعا ده يا فندم بعد كده إن شاء الله في هيتعمل مثل هذا النموذج في العديد من المحافظات المصرية وبخاصة المحافظات اللي فيها ندرة في الأرض، وكذلك المحافظات اللي بنقدر نقول عليها ملهاش ضهيج صحراوي، وبالتالي تعد محافظات مغلقة زي كده محافظة الغربية، كذلك بعض المحافظات الأخرى زي دمياط وبورسعيد والأسكندرية وغيرها. كلام رائع ومبشر إلى أبعد الحدود بصراحة دكتور خالد.
طيب يعني احنا كده، طيب سؤال اخير كده، هل الدراسه بيبقى اظن بطبيعه الحال موجود فيها حجم الطاقه الكهربيه اللي هتبقى منتجه من خلال هذه المحطه الجديده او من خلال هذا المشروع الجديد، هل عندنا معلومه هتنتج قد ايه ولا لا؟ هو طبعا ده يعني طبعا ده وفقا للدراسات معمول حسابه ان هي تنتج ما يعادل 30 جيجا. طبعا الامر ده فيه اكتر من استفاده. الاستفاده الاولانيه ان حضرتك بتتخلص تخلص نهائي امن من المخلفات، والقاش النهائي خالص بيبقى محدود جدا ويتم الاستفاده منه. هذا القاش لو كان طالع في شكل رماد، هذا الرماد يتم التخلص النهائي منه بشكل امن، وطبعا حجمه كمرفوضات نهائيه بيكون صغير جدا. لو من ضمن هذا القاش حاجه خاصه منتجات حجريه، فده ممكن نستخدمها بعد كده في عمليات تبطين الارض وغيرها. لو في جزء منها معدني يمكن الاستفاده منه بشكل او باخر في عمليات التدوير الخاصه بانتاج المعادن. صحيح. وبالعرض يعني كده ببساطة شديدة جدا احنا عايزين نقول انه من خلال لجان فنية تم اعداد النموذج الخاص بالقيمة اللي بعد كده هتبقى تقديرية ليها حوالي 140 قرش للوحدة المنتجة من الطاقة. طبعا ده صدر بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بناء عليها زملائنا في وزارة البيئة عملوا إبداء اهتمام في الشركات المصرية والعالمية اللي مهتمة بهذا الأمر. تقدم إلينا 92 يعني تحالف أو شركة، تم تصفيتهم إلى 52، تم اختيار أول 20 من ال 52، وتم اختيار 8 تحالفات من ال 20 وبصورة أكثر تحديدا اللي هي تعتمد على شركات وطنية لديها شراكات مع شركات عالمية علشان يتم بعد كده إن شاء الله التعاقد معهم. عظيم جدا. عظيم جدا. التعاقد معه إن شاء الله التحالف القائم ده في أبو رواش. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. طب خلوني أروح على ذكرى ميلاد كما يطلق عليه تلاميذه دايما جو، يوسف شاهين. 37 فيلم وخمس أفلام قصيرة. 37 فيلم بالمناسبة هم كلهم دون استثناء يعتبروا من أهم الأفلام اللي تم إنتاجها مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي. حياة مهنية حافلة. يوسف شاهين حصل على مجموعة من أرفع الجوائز عشان بس نبقى متفقين. عايز اقول لك على سبيل المثال مش بس جائزه الانجاز العام من مهرجان كان السينمائي. يوسف شاهين شارك، هو بدا حياته السينمائيه زي ما انتم عارفين عمليا سينما، كان فيلم بابا امين 1950. تاني فيلم على طول كان فيلم ابن النيل اللي هو طبعا بطوله العظيم الرائع شكري سرحان وسيده الشاشه فاتن حمامه. سنة 58 يوسف شاهين عمل فيلم مهم جدا 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 جدا، باب الحديد. الفيلم ده أهميته على أكتر من زاوية. أولا الفيلم كان بيشارك بالفعل في مهرجان برلين، والفيلم ده ترشح للأوسكار، وده كان أول فيلم مصري عربي إفريقي يترشح علشان يخش منافسات الأوسكار للأفلام الأجنبية. بالنسبة للأوسكار ده فيلم أجنبي. الفيلم ده بالمناسبة جزء كبير جدا من أهميته هو إنه بيوري لك حجم موهبة يوسف شاهين كممثل، مش بس كصانع أفلام، كمخرج، كممثل. ودي قصة كبيرة لمسألة دوره في فيلم باب الحديد وإزاي لفت أنظار كل من شاهد الفيلم وقت عرضه على سبيل المثال في مهرجان برلين سنة 58، ودي كانت تقريبا الدورة رقم 8 للمهرجان، لأن المهرجان بدأ فعلا سنة 50 لو أنا متذكر مظبوط. طيب خليني هنا أولا أرحب على التليفون ب المخرجة والمنتجة مريان خوري، ابنة شقيقة المخرج الراحل الكبير جدا المهم يوسف شاهين. أهلا بيكي.
اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. على طريقه يوسف شاهين، بالمناسبه انا كان ليا حظ جيد ان انا قابلته مرتين وكانوا حوارين اطول من بعض، واحد منهم هب فيا هبه مش هنساها ابدا. ليه بقى؟ حصل ايه؟ قعدت اناقشه في، انا كنت عيل صغير وقتها يعني، قعدت اناقشه فيلم بقى وقلت وجهه نظري، هب فيا هبه ما اقولكيش. بس الفيلم هو عمله يعني. طبعا. كنت انا بقى قاعده بعمال بتفزلك فما ما عتقنيش يومها، لكن خليني هاخدك على بطريقه يوسف شاهين. صحيح والله هو كان عنده طبعا الفيلم الشهير جدا اسكندريه ليه، وبعدين اسكندريه كمان وكمان، وبعدين اسكندريه نيويورك، الثلاثيه العظيمه. ليه يوسف شاهين وحدوته مصريه طبعا، لكن ليه يوسف شاهين بالنسبه للسينما العربيه، ليه يوسف شاهين ليه احتل المكانة دي بوجهة نظر أنا هبقى متأكد أنها غير مجروحة على الإطلاق وغير منحازة؟ ليه يوسف شاهين؟ يعني أكيد في نقاد ممكن يتكلموا عن يوسف شاهين أحسن مني بكثير، ولكن يعني أنا ممكن أقول لك أنه لعصرته وعرفته أنه هو استمر لمدة 60 سنة بيعمل أفلام من سن مبكر جدا، يعني هو ابتدى تقريبا 24 سنة لما عمل بابا أمين، واستمر لغاية 82 سنة وبيعمل أفلام، يعني ما توقفش خالص للمدة للفترة الطويلة دي، وعمل أفلام من نوعيات مختلفة خالص، يعني من الميلودراما للأفلام التاريخية للأفلام الاجتماعية للأفلام تاريخية، يعني هو اي حاجه في السينما عملها. كان عنده لغه سينمائيه خاصه جدا بيه، والسينما كان بيجرب كل حاجه فيها، يعني هي كانت تقريبا مرآه لحياته. كمان هو طول الوقت طبعا كان جزء من طعم افلامه ان فيها يوسف شاهين قوي زياده عن اللزوم، لو حب البعض ان هو يوصفها كده، احنا حاسين ان يوسف شاهين موجود في الافلام بما فيها حتى فيلم الناصر صلاح الدين اللي هو ملوش علاقه بحياته، وده كان سبب الخناقه بالمناسبه، وملهاش علاقه بحياته، هو ما كانش مشارك فيه بنفسه كممثل داخل الفيلم. لا اكيد لا اكيد لا، بس هي اعتقد انه كان عنده، هو كان درس مسرح في امريكا وكان مخرج مسرحي في البدايه، وكان عنده لغه سينمائيه متميزه جدا، يعني حتى لو واحد جدا عارف الفيلم اللي قدامه ده ايه، بس شاف كادر منه ومش عارف ده اني فيلم، هيقول ده سينما يوسف شاهين، ده مما لا شك فيه. بالظبط. ايه 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 سر دايما احنا كنا نقول انه يوسف شاهين مثلا عمل الفيلم ده بس كان ممكن يبقى فيها، اصل الفيلم ده بالذات الافلام اللي كان بيبقى فيها شق تاريخي، وكان دايما هو عنده وجهه نظر اللي هو مين قال لكم ان انا بقدم لك الفيلم بشكل تاريخي، انا بقدم لك الفيلم من وجهه نظري انا. بالظبط. ما كانش بيخاف من هذا الصدام ابدا. لا لا لا، يعني هو كان بيقول انه يعني هو كان دايما بيعمل بحث كويس جدا لما بيبقى فيلم تاريخي، بيقرا كتير وبيحضر كتير جدا، في الاخر بيقول انا مش مؤرخ، يعني انا هعمل فيلم من وجهه نظري انا، يعني عشان كتابه التاريخ دي ليها وجهات نظر برضه، واخد بالك؟ فهو مش مؤرخ، هو سينمائي، هو بيترجم اللي هو شايفه. فدي برضه فكر خاص جدا بالنسبه له كسينمائي. صحيح صحيح. انا عايز اشكرك على قبول المداخله، وعاوز نقعد اكتر بعد اذنك. النهارده يوم تاريخي فعلا، يعني 25 جدا يناير ويوم ميلاده، فهو جدا دايما بيخلينا نفتكر بحاجات جامده جدا في اليوم ده طبعا. جدا 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 جدا، حاجات كلها اكتر من رائعه بالمناسبه. انا اتمنى واطلب ان احنا مره لازم نتقابل في البرنامج وهنا في الاستوديو ونقعد ونتكلم اكتر عن السينما، مش بس سينما يوسف شاهين، لكن سينما يوسف شاهين والسينما بشكل عام وانتاج الدراما وما الى ذلك. فاشكرك مره تانيه على المداخله التليفونيه، وفي انتظار لقاء قريب جدا في البرنامج. هرجع بسرعه قبل الفاصل. هو يوسف شاهين حالة مستقلة ومختلفة بحد ذاتها. كانت المناقشة لنا لما قابلت يوسف شاهين في المرة
واحده من المرتين اللي انا قابلتهم كانت على الناصر صلاح الدين وعلى مساله التاريخ والتوالي التاريخي والحقيقه التاريخيه والخيال وما الى ذلك، وشخصيه عيسى العوام. انتوا عارفين عيسى العوام مش موجود في التاريخ اصلا، وشخصيه عيسى العوام وحاجات زي كده، وايه واحتدمت المناقشه. الا انه لا تستطيع الا انه تقدر جدا المناقشات مع يوسف شاهين، لان المناقشه فعلا بتبقى معاه سريه ويفتح معاك زوايا كتير جدا. هو بس كان خلقه ضيق عليا شويتين، هو الناس دايما كانت تقول ان هو خلقه ضيق، بس ايه خده بالراحه، تقدر تطول المناقشه قدر الامكان. يوسف شاهين حاله سينمائيه شديده التميز، لازم تتفرج على فيلم زي فيلم اليوم السادس داليدا. وهنا هتقعد تسال ليه يوسف شاهين استعان بداليدا تحديدا؟ داليدا قيمه غنائيه مهمه جدا جدا، بس داليدا كانت في الفيلم مثلا العربي بتاعها مكسر وانت مطلعها بنت بلد، لكن اتفرج على الفيلم. وهنا تجدر الاشاره انه يحسب جدا ليوسف شاهين انه قدم لنا واحد في وجهه نظري المتواضعه من اهم 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 ممثلين السينما في مصر، محسن محي الدين، النموذج الهوليودي اللي ما تواجدش في مصر للحظة دي. احنا ما عندناش محسن محي الدين تاني، ربنا يديله الصحة بالمناسبة ويقدم لنا أعمال كتير قدر الاستطاعة يعني، وقدر ما يسمح وقته. محسن محي الدين الممثل الوحيد اللي بيمثل ويغني ويرقص ويبكيك ويضحكك. قدرات الممثل النجم العالمي زي ما الكتاب بيقول، ده محسن محي الدين. اكتشاف جو يوسف شاهين. كل سنة هو طيب وربنا يديك الصحة أستاذ محسن، أنا بحبك جدا بالمناسبة جدا. خلوني هروح للفاصل ونرجع بقى نتكلم حبتين ثلاثة كده على معرض الكتاب، وهيبقى ضيفنا العزيز داخل الاستوديو الصديق العزيز الكاتب الرائع الأستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. خليكم معانا بعد إذنكم. انطلق اليوم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بتشريف من دولة رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء، وطبعا الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. معرض هذا العام يرفع شعارا مهما هو على اسم مصر، معا نقرأ نفكر نبدع. بالتأكيد المعرض مهتم هذا العام بأن يكون لديه فعاليات ثقافية تقدم الكثير، مثل القدوة لأجيال قادمة، يضم صناع المحتوى معنا هذا العام، بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات لبناء الوعي وتحصين الفكر، كل شيء إن شاء الله. إحنا موجودين في فعاليات حياة كريمة هنا في المعرض، عندنا فعاليات كتيرة جدا لكل الأعمار، عندنا للأطفال في ورش حكي موجودة، عندنا في مسرح عرايس هيبقى موجود إن شاء الله، عندنا كمان في ورش تلوين ومسابقات للأطفال، عندنا بقى للشباب والكبار، عندنا مسابقات حياة كريمة وفي جوائز يومية رمزية كده من حياة كريمة للمسابقات والتعريف بالمشروع. فاحنا بنقدم كل ده، بنعرف الناس احنا بدأنا امتى وعملنا ايه وحالين وضعنا وصلنا لحد فين، وكمان بنوعي الاطفال والنشأ بالدولة وجهودها ووصلت لحد فين في مشروعاتها القومية ومشروعات حياة كريمة. اولا في المعرض هنا عندنا جناحين، جناح للعرض هنا وجناح للبيع في الناحية التانية. المكتبة بتجيب يعني عينة كبيرة من الاصدارات بتاعت المكتبة، احنا عندنا عدد ضخم جدا من الاصدارات، يعني ممكن نكون قربنا على 1000 اصدار في المكتبة، كتب مختلفة بتعالج قضايا مختلفة، بعضها نقدر نقول عليها كتب كلاسيكية، يعني كتب يعني رصينة كده ما بتقدمش، يعني ممكن بعد لها 10 سنين بس ما بتقدمش، لأنها بتوثق تراث، بتوثق مثلا مدينة الإسكندرية، مدينة القاهرة، بتتكلم على ابن خلدون، بتوثق بتعمل تحقيق لمخطوطة معينة كده، يعني ضمن اهتمامات مكتبة الإسكندرية فيها كتب، في مجلات علمية، في كتب صادقة
صادرة عن مراكز البحوث، في كتب مؤتمرات من المؤتمرات اللي بتعقدها المكتبة. فعلا هيئة الرقابة الإدارية حرصت العام الماضي وهذا العام على الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 54. صدرت توجيهات السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأن احنا نستغل الزخم اللي حصل في العام الماضي ونشترك في هذا العام عشان نتواجد مع المواطنين ويبقى فيه فكرة التوعية في مجال مكافحة الفساد. احنا في الجناح بنقدم الدورات التدريبية اللي بتقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. احنا عندنا في الموقع الجديد الخاص بالأكاديمية بيوفر للدارسين ان هم يلتحقوا بالدورات المختلفة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني، وده عمل إضافي كنا بنجتهد في ان احنا نقدر نحققه عشان نقدر نتواصل مع الدارسين بشكل سريع ويقدروا يلتحقوا بهذه الدورات. كوننا ضيف شرف، الزائر لهذا المعرض يرى سردية وطنية أردنية كما يرى رؤية مستقبلية، رؤية صاحب الجلالة الهاشمية في كل ما يتصل بالتحديث الاقتصادي، المشاركة السياسية بكافة مستوياتها، والعلاقة الثقافة بالتنمية، علاقة الثقافة بنوعية الحياة، وفي إطلالة كاملة على العلاقات المشتركة وتمتين أهمية تمتين العلاقات المشتركة بين بلدينا. اهلا 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 بحضراتكم. هنكمل مع بعض طبعا برنامجنا التاسعة، ولكن في اطار وفي ظل واحد من اهم معارض الكتاب اللي موجودة في المنطقة، معرض كتاب مهم جدا، معرض الكتاب بتاعنا، معرض القاهرة الدولي للكتاب. طيب تعالوا بقى هنا نرحب وبشدة بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. منور. ده نورك وضيافتك الجميلة، الواحد بيبقى مبسوط ومبتهج لأن أنت يعني على المستوى الإنساني صديق وعلى المستوى المهني راجل جميل محترف، فببقى مبسوط معاك. يا بخت، عارف انت على رأيك بس من البوكسي ما تبسطهاش أكتر من كده، أنا كده كده مبسوط على الآخر جداً. طيب خليني هاخدك على مسألة احتفاء مصر بالأسماء وبالقامات الكبيرة، يعني شخصية العام تلاقي صلاح جاهين، تلاقي طبعا احتفاء بأستاذ كامل الكيلاني وأدب الطفل، تلاقي احتفاء بالدكتور طه حسين. على ما يبدو المعرض السنة دي ليه طعم واضح وشديد وقوي. فعلا أنا يعني من الحاجات المبهرة جدا في المعرض السنة دي أو الحاجات اللي أنا هحبها كمثقف إني في الحاجتين، في الاهتمام بالماضي ورموزه والاهتمام بصناع الثقافة الثقيلة في مصر زي صلاح جاهين زي طه حسين زي كامل الكيلاني، الاهتمام بالذكرى العطرة لمن فارقونا في العام الماضي وهم يعني كان فراقهم كان موجع زي دكتور صلاح فضل طبعاً، زي الدكتور محمد العناني المترجم الكبير، زي أستاذنا ومبدعنا الكبير بهاء طاهر. ففي هذه اللمسة الإنسانية الوفية وفي هذا الامتداد العميق والمتدبر لتاريخنا وتراثنا عن طريق الرموز اللي بحتفل فيها، وفي كمان الاهتمام بالمستقبل عن طريق معرض كتاب الطفل المصاحب للمعرض والاهتمام بكامل الكيلاني وجعله شخصية العام في معرض كتاب الطفل، وكمان الاهتمام بالمستقبل اللي بتجلى في طفرة إلكترونية مهمة ومنتظرة وبصراحة كان نفسنا فيها من زمان ان يبقى في هذا التفاعل الإلكتروني، هذا الاهتمام الكبير بالمنصات الرقمية، الاهتمام بمنصة معرض الكتاب، الاهتمام بطرح كتب بي دي اف، فده يعني معرض شامل ومبهج في الحقيقة. امتى تشعر ان معرض الكتاب متطور؟ في الحقيقة الإجراءات دي بتخلي الواحد عنده أمل. أوكي؟ معرض الكتاب بيخطو كل سنة خطوات كبيرة جدا، لكن أنا في الحقيقة بحلم بمعرض الكتاب إن هو يتعدى فكرة إني عرض الكتب، بحلم إن هو يبقى مهرجان للكتاب. مهرجان للكتاب يعني أنا ما عنديش يعني بحلم إن مثلا يكون في مسيرات إبداعية مثلا لصلاح جاهين وأغانيه،
فيبقى في مسيره فيها اغاني سعاد حسني وناس لابسين سعاد فاهم، يبقى في احتفاء بالنوع ده. تخيل مسيره تبقى الجو ربيع و بالظبط، يعني هو ده بقى. تخيل كده جبت صلاح جاهين وجبت كل ابطال اغانيه اغنياته او الكاريكاتير اللي كان بيعمله بتاع، فعملت مسيره كده جميله للابطال للاغاني، جبت ناس لبستهم نفس الملابس وبتاع، فبقى في مسيره وبقى في حاجه مبهجه على المستوى البصري، دي تبهجك. فتحول الشكل الكرنفالي ده مش هيبقى كله كرنفال، بس هيبقى في لمسات ابداعيه كده تخلي الموضوع يجذب الانظار، يخلي احنا دلوقتي بقينا نفكر بالصوره. لو انا ما قدرتش اجذب كل الاجيال لصوره مبهجه، لصوره مبهره، لصوره عميقه، هخسر كتير جدا جدا. في ناس كتير ما بقتش دلوقتي مستصعبه فكره القرايه، بس انت وفر لهم المدخل، فاهمني؟ فده من احلامي لتطوير معرض الكتاب. من احلامي برضو ان تطوير معرض الكتاب يبقى ياخد شكل اكثر فاعليه في التعاون مع الاصدارات المختلفه والانشطه المختلفه لكل الدول العربيه. بمعنى انا دلوقتي عندي مثلا المركز القومي للترجمه بينتج العديد من الكتب المهمه جدا جدا، وعندي في دور النشر المختلفه في مصر بينتجوا كتب سواء مترجمه او كتب اصليه، يعني صعب من كتاب ومبدعين هذا البلد. ليه ما يحصلش توأمه ما بين الكتب في مصر، صناع الكتاب في مصر وصناع الكتاب في الوطن العربي، فاخد حقوق. مثلا مركز ابو ظبي مثلا بينتج كتب مهمه جدا، مشروع الترجمه بينتج كتب مهمه جدا، فاخد الحقوق بتاعته، هو واخد الحقوق اوريدي، فيسمح لي ان انا اطبع هنا في مصر. وانا مش هنوفر نقل، هنوفر ايادي عامله، هنوفر جمارك، هنوفر تعب كبير جدا جدا جدا. معرض الكتاب في الشرق بالظبط، واحد من اروع واجمل معارض الكتاب بالظبط. وبعدين ده كفايه انه ده دكتور سلطان القاسمي العظيم جداً. الحبيب الـ حبيب الملايين، طيب الذكر وطيب القلب والله العظيم وحبيب مصر. انا مره كاتب عنه مقال اسمه سلطان القاسمي سلطان العاشقين، بمناسبه سلطان عاشقي مصر يعني. وبمناسبه ده النهارده كان في اجتماع ما بين وزيره الثقافه المصريه ورئيس هيئه الكتاب في الشارقه ومدير معرض الشارقه، وكانوا برضو بيبحثوا التواصل ما بينهم. فانا نفسي هذا التواصل يبقى فعل، يعني مصر ليها تمثيل في كل الدول العربية في كل المعارض، وكل المعارض العربية بتمثل في داخل مصر، لكن مقدار التعاون فيه شوية تقليدية. أنا نفسي هذا التعاون يتعدى فكرة التقليدية دي، يبقى فيه أنشطة مشتركة طول الوقت، يبقى فيه تبادل حقوق طول الوقت. نفسي هيئة الكتاب اللي بتعمل معرض الكتاب كل سنة بمنتهى الرسوخ تعيد إنتاج الكتب العظيمة بتاعتها، الإصدارات العظيمة. لو تفتكر يا يوسف مشروع الألف كتاب الأول والألف كتاب الثاني، لو تفتكر ده، لو تفتكر سلسلة المسرح العالمي اللي كانت بتطلع. دلوقتي احنا ما عندناش مشكلة في ان ده يطلع بي دي اف، تعرف انا بحلم يطلع الكتروني. انا بحلم انه هيئة الكتاب مع المركز القومي للترجمة مع دار نشر كبيرة، يعني هقول بقى اسم حاجة زي ماكميلان على سبيل المثال، ونعمل طبع انجليزي لموسوعة سليم حسن. الله الله، لما نعمل ده بقى أنا هيئة الكتاب ودار زي ماكميلان، وتبقى نسخة باللغة الإنجليزية بالتعاون ما بين الاتنين، وأبدأ أشوف أنا إزاي هقدر أنشرها في العالم. صح، يا سلام سلم. صح صح، كمان نفس القصة على شخصية مصر جمال حمدان. الله، يعني احنا كبرنا على جملة كده اسمها أمهات الكتب. أيوة. بس احنا واقفين عن انه أمهات الكتب دي عمليا عمرها 1000 سنة دلوقتي. بالزبط. احنا لدينا أمهات كتب تم انتاجها في القرن العشرين. صح. بعقول وبأقلام مصرية. صح صح، نشتغل بقى في الحتة دي. دول أمهات كتب، لان دول اباء الثقافة في مصر. طبعا اباء الثقافة، اباء الثقافة في العالم العربي كله. بالظبط، ما هو يعني هؤلاء العظماء الافاضل هم دول اللي صنعوا اللي بتقول عليه بقى القوة الناعمة. هم دول اللي خلوا
مصر في وقت من الأوقات تبقى هي المركز التعليمي الأول والوحيد، هي دي اللي عملت امتداد، فيبقى الشيخ سلطان القاسمي يجي يتعلم في مصر ويتربى في مصر ويعاشر المصريين، فيفضل شايل مصر في جوه قلبه طول الوقت ده. هي دي انت شفت البيت عنده، يعني اللي هو القصر صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي، عامل السور بتاع قصره زي اسوار القاهره بتاعتنا. والله العظيم البيت من جوه متعلق فيه كلها، كله لوحات مصر بس. بالظبط بالظبط، هو كوليكتور جامد جدا جداً في الاورينتال كمان. يعني هو انا اعلم ان هو خبير في اللوحات الشرقيه اللي عملها المستشرقين. صحيح. واللي 99% منها بتوصف مشاهد في مصر، في خان الخليلي، في البيوت المصريه، في الشوارع المصريه. دي القوه. صح، يعني قوتك تبقى هنا. فالفكره دي لازم تستمر. الاحتفاء برموز مصر وتقديسهم وتبجيلهم واعاده انتاج انتاجهم وإعادة تقديمهم كمان، لأن خد بالك اللي فاكر سليم حسن دلوقتي اللي هو مؤثر فيه جدا قليلين قوي. هو الجيل بتاعنا للأسف، جيل ولادنا بخ. ليه؟ لأن في جيل قبل كده أحسن تقديم سليم حسن. صح. لينا، فإحنا انتظرناه، وكان صدور نسخة من الموسوعة بتاعته حدث طبعا، زي كان قصة الحضارة ويل ديورانت، كان حدث الجزء الاول نزل والجزء الثاني، وكان في شغف اشبه بشغف جميع الطوابع كده. انت جبت الجزء الثاني ده بالظبط، دي كانت المنافسه. هو ده كان الشغف وده التباهي. بالظبط، كان في مشاريع بتعيد تقديم الكتاب، زي مثلا لو تفتكر مشروع كتاب في جريده اللي هو اثر فينا كلنا. هذا المشروع للاسف توقف، لكن لم ما قعدناش انتاج مشروع ثاني على شاكلته، فاهمني؟ ف أنا وجهة نظري إن الشعب العربي والشعب المصري شغوف جدا للقراية، شغوف جدا للمعرفة، لكن لازم ندور على صيغ another way for storytelling، يعني عشان نحكي القصة. بس أصل أنتوا كمان في اليوم السابع باعتباركم من وجهة نظري المتواضعة يعني، بس أنا أظنها في محلها، أنتوا رواد مسألة الصحافة المتلفزة دي. بالزبط. يعني يوم 7 ده ده شيء عظيم بالمناسبه جدا، محدش يقدر ينكر على الاطلاق. فانتوا طول الوقت شغوفين بمساله الصوره، لان انتوا لمستوا وانتوا بتشتغلوا عليها من بدايتها مدى التاثير بتاع الصوره على الاذهان. صح. وكمان انا عايز اقول لك، هو الفكره اللي ان التطور اللي بيحصل في الصوره ده كمان دي مهم جدا. يعني مش بس احنا عندنا صوره، لازم الصوره دي تبقى صوره متطوره وصوره مواكبه وتبقى طول الوقت انت عندك الجديد اللي تقدمه. عشان كده انا مش خايف خالص على الصحافه. في ناس بتقول ان الصحافه ربما تنتهي او قريبه تنتهي، فانا مش خايف على الصحافه، لاني التقديم اعاده ابتكار صيغ للصحافه. صح. دي مسؤوليه الصحفيين، وهم بالاساس مبدعين طبعا. فان شاء الله هيبقى الموضوع ده متطور بشكل كبير جدا. وائل، بص، الزياره دي بجد ما تتحسبش والله العظيم خالص. فيعني واخدين على بعض، اتمنى انك انت ايوه واخدين على الراديو نقعد ساعتين مع بعض. قعدات بقى كده ايه مفتوحه ونقعد ونتكلم. هو عشان كده اسمه راديو، مش كده زمان يقول لك ايه كل الكلام ده، انت مالع راديو. هي هو انا كده بالمناسبه. خيي الاول اشكرك جدا 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 جدا، مش ضيف لكن حقيقي صاحب بيت وصاحب برنامج، نورتنا وشرفتنا، واتمنى انه تبقى الجايات اكتر بكتير خلال الفترة اللي جاية. احنا عندنا كل يوم في معرض الكتاب في حاجات مهمة. بكرة في جدول حافل جدا جدا. طب قولي الجدول بسرعة قبل ما اختم. يعني عشان اللي انا فاكره، يعني ابرز حاجة في الشيخ ياسين التهامي جاي، ده حاجة يا مهمة يعني جدا. يا عيني. الله الله. ده حاجة عظيمة جاي طبعا. هو وكاتب الصديق محمد الباز، دكتور عظيم. محمد الباز عاملين ندوة، في ندوة مهمة جدا اسمها نحن والإعلام، جاي فيها حسام صالح رئيس التنفيذي للمتحدة للقنوات الإعلامية، جاي فيها أستاذ خير رمضان، جاي فيها أستاذ محمد هاني. في ندوة مهمة جدا عن صلاح جاهين، جاي فيها بهاء جاهين، وجاي فيها أمين حداد
طبعا يعني ابن الشاعر الكبير فؤاد حداد طبعًا. وزوج بنت صلاح جاهين وجاي فيها الشاعر الزميل سامح محجوب. فيوم جميل قوي ويوم حافل. فانا يعني ادعو كل الناس ان هي ما تفوتش ايام معرض الكتاب لانه موسم ثقافي مهم جدا. احلى فسحه اشتري مني احلى وامتع وانفع فسحه تروح تتفسحها او انت وخطيبتك او انت ومراتك او انت والعيله. اسمع مني وما تدورش وراي. صح. خلصت الحلقه للاسف الشديد. نورتنا وشرفتنا. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الزميل والصديق العزيز جدا وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. خدوا بعضكم وروحوا معرض الكتاب واستفيدوا واستمتع وانبسط. ولو بقى اشتري كام كتاب ودلع العيال برضو بكام كتاب اشتري مني، دي حاجه جميله وانت اللي مستفيد. خلصت الحلقه لحد كده، ولو كان لنا العمر باذن الله نكون موجودين معاكم يوم السبت في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.